من شمال العراق إلى وسطه، حيث سخونة من نوع آخر هذه المرة. فبغداد عادت إلى مشهد التوتر السياسي والاحتجاجي المرافق له. جلسة أولى للبرلمان العراقي بعد فترة ركود طويلة على خلفية احتجاجات أنصار الصدر ورفض التيار تشكيل الإطار التنسيقي بقيادة نور المالكي للحكومة الجديدة. لكن ما حصل هو أن الإطار حقق ما يريده أولا، وهو عودة البرلمان وإدخال مرشحه لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني إلى قاعة البرلمان كما نشاهد بهذه الصور، وهو ما رفضه ولا زال يرفضه التيار الصدري. ووقعت بعض المناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية أثناء محاولات لاجتياز الحواجز قرب جسر الجمهورية وسط بغداد للوصول إلى المنطقة الخضراء. حاليا الشفل جاي يزيح بالصبات. المتظاهرون اقتحم عدد منهم جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد، وقاموا برفع الحواجز الإسمنتية التي وضعها الأمن لمنع وصولهم للمنطقة الخضراء، قبل أن تتعرض المنطقة لقصف بهذه الصواريخ من نوع كاتيوشيا أسقطت جرحى في صفوف الأمن. وهذا القصف اتهمت مصادر عراقية الميليشيات الموالية لإيران بالوقوف وراءه. سرعان ما وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأجهزة الأمنية بملاحقة من قصفوا المنطقة الخضراء بالصواريخ، داعيا الأطراف السياسية إلى الحوار وإيجاد حل للوضع الحالي في البلاد. وبينما تستمر احتجاجات أنصار التيار الصدري، ردت المحكمة الاتحادية العليا الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية لعدم توافر المصلحة العامة لدى المدعين، فيما رفض أعضاء البرلمان استقالة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي. نريد انتخابات مبكرة، حل البرلمان، مطالب الشعب هذا عامة.